السلام عليكم، معكم بوزيان محمد نادر من قناة البلاد. أفطور بلادي تستضيف رياضيين موسيقيين وسياسيين. خلاص من اليوم من اليوم من خلال الضيافة اللي عطاوها لي الفرصة اللي عطتها لي قناة البلاد. من اليوم عاد نطيب ديك مودا ان شاء الله تتحرق لها الماكلة. قولوا امين. الطبق نتاعي المفضل طبق الشعبي الجزائري اللي نحبه بزاف هو بالكوكس. الله يبارك. ما تنسوناش وما ننساكمش تابعونا في شهر رمضان. الجزائر فيها الحطات رمضان عياد وقعدات، فيها كل الخيرات محنسة بلادي. نفناداتي بهبال وانا طبعي زهواني،